أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة الأولى من برنامج ملعب الموصلية. عشية سفره إلى دولة البحرين أعلن السلوفاكي ستريتشوكاتانيتش مدرب المنتخب الوطني العراقي القائمة النهائية والتي ضمت 26 لاعبا استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس من متابعة لركلة جزاء فشل في المرة الأولى في وضعها بالمرمى في الدقة 24. وسع حاليا مركز شباب الموصلية أخرج أبطال روح دعق عليه استثمار وديهد وصارت قاع وماكو مراكز شباب انتهت. نرجع بعدين الأهم شيء اللي هم حاطين المخدة ونايمين الحكومة المحلية مالنا نايمين كل النوم عن الرياضة ما يعرفون كل شيء. الحكومة المحلية أبو الرمادي دز نادي الرمادي ما يقارب إلى شهر معسكر تدريبي صرف مليار و200 على نادي الرمادي. إحنا نادي الفتوة ونادي الموصل لعبوا والله العظيم زيارة للملعب ماكو عدا مدير شباب ورياضة نينوى اللي هو أستاذ منى المشكور بهذا الموضوع. الكل الأندية كلنا إحنا دعمنا الرجال.